السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم وعودا حميدا بعد غياب كتير. صراحة الواحد لما بيبعد عن الحلقات واللايفات والأسئلة اللي بتيجي دايما، الواحد بيبقى حاسس ان هو ايه ده، احنا انعزلنا عن المجتمع ولا ايه؟ بس أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلها خير. في البداية بحب أشكر وأطمن، أشكر الناس كلها اللي سألت عننا واللي دعت لابنتي. الحمد لله بطمنكم الآن هي في حالة مستقرة، حالتها الحمد لله استقرت وطلعت الحمد لله من المستشفى، وبفضل الله دلوقتي الدنيا أحسن بكتير الحمد لله بفضل دعواتكم. ويعني بشكر كل الناس، يعني لا تتخيلوا السرور اللي أدخلتموه على قلوبنا بدعواتكم يعني تطليع الإطعام والصدقات. الحمد لله رب العالمين، أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب تقبل ويجعل لنا دايما في قلوب الصالحين والمؤمنين مكان، اللهم أمين، وعند الله عز وجل مكان، اللهم أمين. يعني الواحد بيشوف نعم ربنا سبحانه وتعالى. أنت بتروح، يعني إحنا كنا رايحين نكشف حاجة تانية فاكتشفنا حاجة تالتة، حاجة عجيبة جدا، ودي من رحمة الله عز وجل والله. يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا عدها على خير. كانت فترة صعبة، وهي يعني الصغيرة اللي يعني لا تشكي، يعني ما بتقولش كلمة يعني فقط الدموع كانت نازلة كده. فالحمد لله رب العالمين. تعرفين قلوب الآباء بقى والدنيا بتبقى مع الأولاد عاملة ازاي. أدعو الله سبحانه وتعالى انه يعافي أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها، وان ربنا سبحانه وتعالى يعني يشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم أمين. عايزة اقول بقى التطورات العظيمة اللي هتبقى ان شاء الله الفترة الجاية بإذن الله. أدعو الله سبحانه وتعالى يا ربي من علينا بالخير والبركة والإخلاص، اللهم أمين. ان شاء الله احنا النهاردة معادنا مع برنامج في رحابها، يعني بعد ساعة تقريبا من الان على اذاعة قناة التناصح الليبية، وهيتبقى طبعا بس مباشر على الصفحات، وهنتلقى الاسئلة. احنا زي ما احنا متعودين ان الاسئلة اللي بتيجي على صفحة في رحابها على طول بيتم الاجابة عليها، يا اما في نفس اليوم يعني في نفس الحلقة او الحلقة اللي بعديها بفضل الله تعالى. الحمد لله مفيش اسئلة متأخرة زي بقية صفحاتنا. بالنسبة للمواعيد، احنا مواعيدنا بقى معاكم كل يوم الساعة 9 الى الان، لان معرفش الخريطة ايه وضعها، الخريطة اتغيرت ولا لا لسه، بس الى الان مواعيدنا الساعة 9 بتوقيت اسطنبول، الساعة 8 بتوقيت القاهرة، و8 بتوقيت ليبيا. احنا النهاردة هنتكلم عن موضوع الهرجلة. هو ينفع خلي فيه يوم هرجلة ولا عيش هرجلة ولا سنين هرجلة في حياتنا، وازاي نستفيد؟ لكن صراحة انا يعني زي ما انتم عارفين هبخلي الحلقة هنتكلموا في الحلقة النهاردة، هزعقوا دلوقتي في اللايف، هنعاتب الناس والعقول والناس اللي يعني عايزة اقول لكم بتحكم على الغير بنسخة مثلا من 10 سنين فاتت، او على اخلاق حد بمعاملة سابقة. الامر ده مش صح يا جماعة، مش صح خالص. انت كان ليكي صاحبة في ثانوي، صاحبة في جامعة، اكيد بعد 10 سنين اتغيرت، اكيد لو كان في عيب ان شاء الله يا رب يكون اتصلح مثلا، يعني نظن الظن الحسن. لكن ان انا احكم على حد بالوضع الحالي ان هو دلوقتي زي النسخة القديمة بتاعته، ده مش صح. عشان ابقى عدل في حكمي انا اشوف معاملاته الحالية عاملة ايه، معاملاته مع الدنيا دلوقتي، المعاملات في الوسط اللي هو الوسط الاجتماعي، التواصل ومش عارفة ايه الحاجات، المناسبات، المعاملات المادية، الصلوات، حلاقته مع ربنا. ما يمكن اتغير، ما يمكن ربنا تبع عليهم يا عمي وانتوا زعلانين ليه. لكن ان انا احكي ده حادثة، الحمد لله رب العالمين، ونعوذ بك من سوء المنقلب، اللهم في المال والآل والولد. فطبعا احنا ما نحكمش على حد بما هو فات. وتيجي واحدة تقول لي ايه، لا اصلها يا بنتي ما اتعاملتي معاه، لا ما اصلا انا عارفة زوجي ده، وبعدين بقاله بقى بره 4 سنين، فلما رجع ده هو. ويا ستي وانت اتعاملتي معاه، ما هو احنا ليه بنحكم بما مضى، ما نحكم بالوقت الحالي. يبقى معاكي ادلة ومواقف من الوضع الحالي. تاني حاجة لما بتيجي نتعامل مع البشر يا جماعة، احنا يعني التوصيف ساعات بيبقى مأفور نتيجة المواقف. يعني ايه تقول لك ده كذاب وبخيل ومش عارفة وايه موقف. وزي ما بتعمل كده مع زوجها بتعمل كده مع ابنها، ده الواد ده عيني دي،
ده الواد ده كذاب يا بنت. مش كده، ده انت لو عندك 30 موقف ما وصفش الولد بوصف. واحنا زمان اتعودنا في حلقاتنا، الناس اللي تابعت معانا حلقات التربيه، ابدا ما نوصف ولا توصمي، حتى يقول لك وصم الطفل بوصم معين من اخطاء التربيه اللي لازم ان احنا نبعد عنها. إيه الحاجات دي بتتعب في المعاملات، تلاقي نفسك مش مرتاحه، تلاقي نفسك خلاص يا تجنبتي الناس ونبعد عن اذاهم يا 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 دنيا بقى. دي النقطه الثانيه اللي انا حابه اتكلم فيها. النقطه الثالثه، عشان تزعل الناس شويه وبعدين بقى ايه، عايزين نقعد لو نستعد. النقطه الثالثه يا جماعه، بالله عليكم يعني عايزه اجيبها لكم باسلوب حلو عشان انا عارفه البنات بتطص معايا الايام دي. يا بنت الحلال يا بنت المحلال، يا الله يبارك لكم، المعاملات مع الشباب الخط احمر. انا بقول لك الاختلاط لا لا، ده اصل صاحبي، اصل بيجيب لي المذكرات، لا اصل زميل، مفيش كده، مفيش حاجه في الدين اسمها كده. واللي خلقك هو الله عز وجل، وهو اللي يعلم ان ده يصح لك ده حلال وان ده لا يصح لك ده حرام. اصل كان زميل وبعدين اصلها ضحكت عليه واستغلته، اصل مش عارفه ايه وايه ده. واحنا فين؟ هو احنا مش في بلاد الاسلام ولا ايه؟ احنا مش في بلاد المسلمين؟ هو انتوا مش بيحكمكوش شرع وربنا وربنا والاسلام؟ يعني الكلام ده راح فين؟ لا اصل ما عملناش في الدقه القديمه والحياه القديمه، وحياه قديمه ايه وبتاع ايه وبلاوي صودا ايه اللي انتوا عايشين فيها؟ اللي بيبعد عن كتاب ربنا بيضل، اللي بيبعد عن احكام ربنا بيزل. انا بقول لكم اهو، ولا يوفق ابدا. ما تجيش بنت تقول لك اصل الشباب، انا معاكي والله العظيم انا معاكي ومصدقاكي ان الشباب معاملاتهم، وما يبقى في شله شباب ويخشوا على البنات، بس لهم مستهدف يخشوا على البنات المذكرات والتلخيصات والمواعيد والدنيا كلها، يا حاجه نازله بدي افات يا وردات كلها يا مصور لكم الحاجه. والبنات بيتخبصوا وما اعرفش ايه، لكن ده مش الصح. يقبى الله والله اللي انها تكون بركه في الطاعه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اوعى تكوني فاكره المذكره ولا المساعده ولا كذا ده اللي جت بشات ولا جت باختلاط. لا يا بنات الاختلاط لا، ما بقولكيش انت تتقوقعي وتعملي والكلام ده. انا بقول فين شلل البنات، ما تعملوا لكم انتوا جروبات. يعني هو ليه لازم تمشي وتصاحب ليه؟ وبعدين تعالوا هنا يا شباب، يا شباب يعني احنا اتكلمنا على الموضوع ده، انا مش عايزه اذكر اسماء عشان انا عايزه قضايا، بس قضيه الفلانه وقضيه علانه وفلانه اللي معرفش جرى لها ايه. لا خلينا نقول بصفه عامه عشان نبقى الكلام موحد على الجميع. يا شباب، هو انت يا ابني مش راجل؟ هو انت لما تيجي واحده ولا تترفض ولا بتاع هتقعد تعيط وتدمع؟ انت مش راجل يعني؟ يعني هي الرجوله راحت فين؟ وهي الدنيا بقت خيخه قوي كده؟ ايه الشباب اللي مش عارفه واحده رفضته فرفض ان هي ان هو يترفض فراح يا تحبيني يا انا يا بلاش؟ ايه ده؟ وحاله واتنين وتلاته وتتكرر. يا ما ترجلوا يا شباب، انت راجل يا ابني. يعني ايه راجل؟ يعني زوجتك يتوفاها الله النهارده يحل لك الزواج تاني يوم، وده اللي عمله سيدنا علي. يعني هل بيحتاج فترة النقاء؟ والله الراجل الرومانسي بقى اللي يحتاج فترة النقاء ونقعد نعمل له تمثال. طب انت بالمرأة لا، حدتها 4 أشهر و10 للراجل المتوفي، للزوج المتوفي. الفكرة انك انت راجل. يعني ايه انت راجل؟ يعني مشاعرك اقوى من كده؟ هي الاندلس اتفتحت ازاي؟ لما جابوا الجاسوس على اول البلد، وبعدين شاف عيل بيعيط، شاب ايه بتعيط ليه طفل؟ قال له انا ضربت بالنبل عشان اجيب عصفورين فطلع عصفور واحد. قال له اوعوا تخشوا البلد، اوعوا تخشوا البلد. اذا كان ده صغارهم ما شاء الله عليهم على فكرهم، كمال الكبار ايه؟ وجم بعد 10 سنين لما نشروا الفساد والمعازف والرقصات والمجون والحفلات والمهرجانات والدنيا. دلوقتي سمعتي بيقول لك بيوحدوا اللبس في المهرجانات والحفلات، حاجه عجيبه. كله راح يحج يا جماعه، حاجه والله اقسم بالله من علامات الساعه. وبعدين يروحهم يقول لك إيه خلاص بعد ما نشروا الرقص والمعازف دخل لقى شاب بيعيط بتعيط ليه؟ قال له العود بتاعي انكسر وانا كنت بغني اغنيه لحبيبتي. قال له بس يلا خشوا اعملوا البلد. فين رجاله البلد؟ فين الراجل وفين الاب وفين المربي؟ وتعالى يا امهات هنا ازاي ما انت مش معلمه ابنك من صغر وكده؟ انت راجل ويقوى عودك.
اترفض عادي من عادي، انا ما يعيبنيش حاجه، عيبك حاجه انت ما يعيبكش حاجه. لكن ان انا اروح اقلد الافلام والمسلسلات البلطجي اللي حبيبته بتتجوز راح خدها على كتفه من الفرح ومعرفش عمل ايه، وهي ده المجدع والجدع وهو ده القبضاي وهو ده اللي مش عارف ايه اللي راح خد حبيبته من الفرح وخطفها، فانت يا تخطفها يا تخلص عليها. ده كلام، ده كلام. واحنا وصلنا للدرجه دي؟ هي امه محمد صلى الله عليه وسلم وصلت للكلام ده؟ خلاص ما بقاش في دين ولا بقى في حتى خايف من مراقبه الله عز وجل. وانتي والله تخوني ابوكي وتخوني بيته وتخيني وتخوني نفسك ومراقبه ربنا معاكي طول ما انتي بتكلمي شباب وبتكلمي وبتشيتي واصله عادي. يا ستي لو ما فيش شنب في البيت بيقول لك حرام، انا بقول لك اه حرام. لو ما فيش شنب في البيت يقول لك لا، تقول لك اصل زميلها الام، اصل زميل ايه يا حاجه انت، زميل ايه وبتاع ايه، ولا ده لا في شرع ولا في دين. ده كان النبي عليه الصلاه والسلام لما يطلع يوعظ الموعظه ويخلص يدي فرصه للرجال اللي هم يقعدوا لحد النساء ما تمشي، والنساء تلتزم يمين الطريق. فبتقول لك كانت بتبقى العبايات والخميره بتاعتهم من هنا منحوته بسبب انهم من كتر ما بيحكوا في يمين الطريق. لكن احنا ماشيين بقى حلوه البطه على الطريق بتتمخدر، والام ولا في دماغها وعادي ووصل العصر واحنا خلاص الكلام ده عف. لا ما عفاش عليه والله، تقسمي وتحاسبي كأم وتحاسب كأب لو انت مش معرف عيالك اصول التعامل حتى واحد اتنين، مش بس المهارات، مش بس انهم ياخدوا دورات ويعملوا ويتعلموا، لا مش كده بس والله. فين انك انت تعلم بنتك يا بنتي هذا حلال هذا يرضى الله هذا؟ والله لو النساء ما تعلموا شرع الله سبحانه وتعالى تتعب زوجها وتبوظ اولادها، تفسد اخلاق اولادها. انا بقول لكم لو ما تعلمتش المرأة شرع الله عز وجل وحدود ربنا تبقى نقمة ونكد وتعب للزوج، تبقى ضياع وفساد للأولاد وضياع للأمة كلها. ما هي المرأة لا، أما يجوا يعرفوا يحطوا فيكي لا ده أصل لازم تكلمي، تقول هتعنزي هتعنزي لو ما اتكلمتيش وطلعتي وعملتي وشيدتي والكلام حرام. والله كله حرام، ما عند الله رزق دوت، الرزق ده ما عند الله لا يؤتى الا بطاعته. انتوا فين من الكلام ده؟ انتوا فين من الكلام ده؟ لكن تيجي الام سايبه مسؤولياتها وطالعه لي بقى اصل المسلسل وفئه. ده انا مش عايزه اقول لكم بس مش الفكر والمعاملات، اللبس. بنت تقول لك يا بنتي ده شيك جدا، يا بنتي ده لبس، ده حاجه رسميه وحاجه اوفيشال لما تعملي فيها. تبص تلاقي تقول لك شله البنات، لا اصل مش هو ده ولا على التيك توك. طب اللي على التيك توك جايبين معرفش من الباله ولا جايبين اي لبس ولا نسيوا يلبسوا اصلا ولا طلعوا من غير لبس. بقى هو ده السمت اللي تاخده البنات كانها موضه. واو ايه ده؟ ايه الكلام الفاضي ده؟ والله لو ما يطلع يعني اب وام من كل بيت يخلوا بالهم على عيالهم يعلموا، ده اللي باقي والله، دي التجاره الباقيه. الناس عماله تجري في الدنيا جري الوحوش والرزق ومش عارفه نعمل ايه ومش عارفه، واللي البيت فيه نصبح فيه والدنيا والغم والمشاكل. يخلو البيت من القران، يخلو البيت من التعليمات، يخلو البيت من التربيه، من كلام النبي عليه الصلاه والسلام، باظ البيت. ويطلع جيل بيعيط علشان المعازف اتكسرت، الجيتار بتاعه اتكسر، ولا بيعيط عشان اترفض من واحده معرفش ايه فهجيبك غصب. يا مريم يا اللي هتكوني ليا يا اللي مش هتكوني لحد. ايه ده؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ وتطلع ناس كل من هب ودب بقى، انا مش عايزه اسمي عشان انا يعني متضايقه جدا، يطلع كل من هب ودب ما له لا اصل ولا له مرجعيه ولا له اي، عمالين بيفتوا بقى. لا ولازم تبقي معاه ولما تخرجي معاه ما اعرفش ايه وتشوفي بخيل ودفع تبس ولا ما دفعش ودفع كذا ولا لا. ايه ده؟ انتوا بتقولوا البنات ايه؟ والبنت لا، وليه تطلعي من كذا كملتي 18؟ يلا يا ماما يلا القوانين في صفك، يلا وروحي اشتغلي، وما تروحي تشتغلي ما اعرفش هيدوكي كام، ونعملي استقلاليه واندبند عليك وعلى عمركم. بتعلموا البنات ايه؟ تقول لك لا انا اطلع اشتغل. تشتغل ايه؟ هشتغل في ستاربكس. كل بنات طالعه بتوع ثانوي، لسه كنت في محاضره يقول لك ثانوي اولى ثانوي طالعين من اعدادي، تقول لك لا انا رايح نشتغل مش عارفه فين، وهنشتغل في كافيه ايه وهنعمل ايه ونعتمد على نفسنا
ما بنقولش ما تشتغليش وما بنقولش ما تروحي وكذا في مجالي يعني، بس مش هي ده الدنيا يعني، مش ده المنتهى الامال عندك. لا، اشتغل على نفسي واعرف ربي واعرف ديني واعرف اقوي نفسي ازاي دينيا وايمانيا ودنيويا وتربويا وعلميا وثقافيا وسياسيا وكتاب. منين ما يكلمني اي حد في اي مجال انا عارفه الدنيا فيها ايه. لكن بالوضع اللي احنا فيه ده يا جماعه ده صعب قوي، صعب جدا. ولو الناس سكتت ما خلاص، لا مش خلاص، طول ما انتوا بتعملوا غلط وبتعملوا وبتقولوا كذا، طول ما احنا هنطلع ونقول ده غلط ده غلط ده غلط ده غلط. عامة في الاول وفي الاخر ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يأذن لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الرشد، يعز فيه اهل الطاعة ويتوب يا رب فيه على اهل البعد او اهل الشقاق اهل المعصية. اللهم امين. مش عايزين ندعي على الناس ولا عايزين كذا، عايزين نحبب الناس في ربنا سبحانه وتعالى، ويبقى دايما حالنا ان احنا لسان صدق لله، لسان صدق بيتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، سواء كنت ام سواء كنت بنت سواء كنت اخت سواء كنت زوجة. لكن الهيصة اللي احنا فيها دي ده كلام صعب جدا. يلا القاكم بعد ساعة من الان على الصفحات كلها ان شاء الله وبث مباشر، ونتكلم ازاي نعمل يوم فوضى بقى. اليوم الفوضى ده هيعمل دربكة في حياتنا ولا هيبقى معيار انجاز؟ هو صح نعمل كده ولا لا؟ خليني ارد على بعض الحاجات اللي على كل ايه يا حبايبي. شكرا، كل دي قلوب. طب ربنا يبارك فيكم اجمعين، وان شاء الله انا مش شايفه صراحه اسئله يعني، فحلو كويس كلها قلوب ولايكات وكذا. تمام، ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير، وارجاكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.